الأيام اللي فاتت انتشر خبر هروب جماعي لمسافرين مغاربة من طيارة كانت متجهة لتركيا. الموضوع بدأ من طيارة مدنية خرجت من مطار الدار البيضاء بالمغرب وكانت متجهة لإسطنبول، وخلال الرحلة أصيب أحد الركاب بوعكة صحية اتسببت في إجبار طاقم الطيارة إنهم يهبطوا اضطراري في مطار بالما دي مايوركا الأسباني عشان ينقلوه للمستشفى. ولكن فوجئ الجميع بهروب جماعي لأكثر من 20 راكب مغربي، واستغل مجموعة منهم وجود بحر ومراكب سياحية جنب المطار وقدروا يختفوا تماما. ولكن الباقي اللي حاول يهرب جوه مدينة مايوركا الشرطة قبضت عليهم بعد 4 ساعات من هروبه. في نفس الوقت اللي المستشفى أعلنت فيه إن الراكب اللي أصيب بوعكة صحية خلال الرحلة سليم 100% وإنه ما عندوش أي مشكلة صحية، فاتقبض عليه بتهمة تضليل السلطات. وبعد التحقيقات معاه اتضح إنه بيعمل كمهرب للمهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر، والمرة دي قرر إنه يهربهم عن طريق الجو بالخطة اللي اتفق معاهم عليها، وقال إن اختياره لتركيا كان بسبب انخفاض أسعار التذاكر السياحية ليها. كمان الشرطة الأسبانية أصدرت بيان قالت فيه إنها رحلت المهاجرين اللي تم القبض عليهم، لكن المجموعة اللي هربت بالمراكب من المطار اتوزعوا في أكتر من مدينة أسبانية، وده اللي مأخر عملية البحث والقبض عليهم.